وعن عائشة رضي الله تعالى عنهما قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا حديث عائشة هو حديث عظيم وقاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا، أي ليس من شرع الله جل وعلا، عملا يعني عملا مما يتقرب به إلى الله من العبادات القولية والفعلية العملية، لا بد أن تكون موافقة للشرع ولا تكون إضافية تضاف إلى الشرع وهي ليست منه. فالبدعة ما أحدث في الشرع مما لا دليل عليه من الكتاب والسنة، هذه هي البدعة. سميت بدعة من الابتداع وهو الابتداء، فالمبتدع ابتدأ دينا جديدا، المبتدع ابتدأ دينا جديدا، لذلك سمي مبتدعا، وسمي هذا العمل بدعة يعني محدث. وقوله فهو رد أي مردود عليه، مردود عليه، لا يقبله الله سبحانه وتعالى ويعاقبه عليه، يعاقبه عليه، وإن كان بزعمه أنه يؤجر عليه وأنه يتقرب به إلى الله أو يبعده عن الله ويعاقب عليه بدلا يؤجر. لا يسع المسلمين إلا العمل بالسنة، ولا يجوز العمل بالبدع والمحدثات، فإنها تفسد الدين وتقضي على السنن، ويحصل بسببها مفاسد، يغير دين الله عز وجل، وتأتي الشياطين الإنس والجن فيجلبون هذه البدع ويحسنونها للناس وتترك السنن. والمبتدع أبغض شيء عليه السنة، ولذلك لو تذكر له السنة يغضب عليك. المبتدع لا يحب السنة أبدا، لا يجتمع حب البدعة وحب السنة، فلو تذكر للمبتدعة الأدلة الصحيحة غضبوا عليك وأنكروا عليك، فهم يبغضون السنة. وهذا من آفات البدع، أنها لا تجتمع هي والسنة أبدا. والسنة ولله الحمد فيها خير وفيها كفاية، ولسنا بحاجة إلى البدع. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فالدين كامل ولله الحمد، ليس بحاجة إلى إضافات أو زيادات. من كان يريد الخير فليعمل بالسنن، يعمل بالسنن وفيها كفاية ولله الحمد. فديننا ليس فيه نقص علشان يضاف إليه شيء، ديننا كامل ليس فيه. وأيضا البدعة تشريع، والمشرع هو الله جل وعلا، لا يجوز لأحد يشرع في الدين ما ليس منه. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ الدين تشريع، العبادات تشريع، فمن أحدث بدعة فقد شرع وشارك الله عز وجل، شارك الله في الحكم والتشريع. فالبدع شر كلها، وإن كان أصحابها يزعمون أنها خير وأنها بدع حسنة، يقولون بدعة حسنة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، وهؤلاء يقولون لا، ما كل بدعة ضلالة، يردون على الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون لا هذا غلط، هناك بدع حسنة، ما هي كل بدعة ضلالة. والرواية الثانية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الرواية الأولى أعم، من أحدث في أمرنا هذا، من أحدث سواء كان هذا الإحداث عملا أو قولا، سواء كان عملا أو قولا فإنه بدعة. الرواية الثانية خصت العمل، من عمل عملا ليس
عليه أمرنا فهو رد. والرواية الثانية داخلة في الأولى، لأن الأولى عامة وهذه بعض أفرادها فتدخل فيها. وقوله فهو رد أي مردود عليه، ففي هذا ذم البدع والنهي عنها، تحذير منها، تطهير الدين منها. وهذا عمل المجددين الذين يبعثهم الله في رأس كل قرن ليجددوا للأمة دينها. فلولا أن الله يبعث المجددين لتراكمت البدع ولغيرت السنن، ومع طول الزمان يختفي الشرع، تجي البدع مكانه. لكن الله برحمته وفضله يبعث لهذه الأمة من يجدد لها دينها. ما معنى يجدد؟ يعيد الدين جديدا، بدل أن طمس وأخفي بالبدع، يبعث الله من يميط هذه البدع ويزيلها ويظهر الدين جديدا كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. وكان من حق المجددين علينا أن ندعو لهم وأن نترحم عليهم وأن نسير على منهجهم، لكن كثير من المبتدعة يسيئون في حقهم ويتهمونهم ويكفرونهم ويصفونهم بالأوصاف القبيحة، لكن هذا لا يضرهم، إنما يضر من صدر منه هذه التصرفات في حق العلماء، لا يضرهم هذا. فإن قلت ما علاقة هذا الحديث بباب القضاء؟ نقول يدخل فيه القضاء، فمن قضى بقضاء ليس عليه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مردود ومنقوض. فلو أن قاضيا حكم بما يخالف كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إجماع المسلمين فإنه باطل، يجب نقضه، ورده.